تفضل. يعطيك العافيه استاذ، انا قطعتك عن شيء استاذ، بعتذر قطعتك عن شيء، الله يوفقك. لا ما قطعتنا عبدو، خير فايت مستعجل شو في؟ استاذ يستر على حريماتك، بدي اجازه سعيه استاذ، لازم روح على البيت انا هلا بسرعه استاذ. في شيء؟ هلا هو ما في شيء انه اي والله استاذ بصراحه في شيء ضروري كثير. اي والله استاذ شغلت لي بالي، صاير معك شيء؟ لا هو ما صاير شيء، بس يعني اذا ما رحت هلا هلا رح يصير شيء كارثي استاذ، عرفت كيف استاذ؟ بقى ابو عبدو خلصني شو في؟ استاذ من شوي دقت لي اختك ام عبدو على النوباي استاذ، وقالت لي انه جاي لعنا حماتي استاذ. يستر على حريماتك، خليني اروح على البيت يا استاذ. يا شو الشغله العظيمه يعني اذا اجت حماتك؟ ما انت قايل لي انه حماتك بتطير العقل وبتحبك كثير وكثير ظريفه يعني. هلا حماتي بتحبني كثير وهي ظريفه كثير استاذ، وانا على يعني شخصيا يعني كثير بحبها لحماتي، بس بصراحه اذا ما رحت هلا على البيت 10 رح يصير استاذ، شهرين ونص لقدام مرتي رح تقول لي هيك وصتني امي وهيك ساوت، اوعك تساوي هيك لانه امي بتزعل ومدري شو وكله استاذ، على امي قالت لي وامي وصتني، الله وكيلك يا استاذ، يعني بصير معي وينك؟ يعني بصير معي انفصام شخصيه استاذ. ماشي يا ابو عبدو ماشي، بتروح ساعه وما بتتاخر وما رح اكتب لك اياها اجازه، يلا روح. إيه؟ شو ساعة ما ساعة استاذ؟ يستر على حريماتك، بدي روح بدي اقعد معهم، إذا ما قعدت معهم كارثة يا استاذ كارثة. روح يا عبدو. الله يخلي لي اياك يا استاذ، بطول عمرك. في الحقيقة يا استاذ يعني الناس اللي مثلك استاذ يعني لول، بسمح لي استاذ بوسي بس بنص جبينك استاذ. خلص روح يا عبدو، خلص عبدو روح. والله ما بيصير، على حب النبي استاذ. روح يا عبدو. الله يوفقك، الله يخلي لي اياك استاذ، الله يطول بعمرك، لا تحزن استاذ. رتب الدنيا. الله يخلي لي اياك استاذ، لا تحزن ان شاء الله. خلص روح. سلام استاذ، سلام. الله معك. سلام. الله معك. يا رب. الله يسلمك. سلام. يا لطيف، يا لطيف على الاكل شو بحبك. لو طالب لي مليون ليره مو كان احسن؟ لا الفاصوليا اطيب. يا ويلي على الفاصوليا، شوي شوي حبيبي، مو فوق السلطه. صحة وغنى. على قلبك يا عمر العمر. دق لي اياها وشوف قديش طيبة. روحي شوية ملح لو سمحتي. بيبي أنا إذا بدي أجيب لك ملح كنت حطيت بالطبخة. يعني أنا ماني غلطان إنه ما في ملح بالأكل. لا ما لا غلطان، بس من هون ورايح بدك تتعود تاكل بلا ملح، لأنه الملح سم ونحن ما لازم نفوت على جسمنا. سم؟ مين قال هالحكي؟ ماما هيك قالت لي. صحيح بدي أروح لعندها بعد الظهر، بتروح معي؟ لا دايما ما حلك تشبع، كفي اكل. سدت نفسي. انت حر. روحي انا هعمل قهوتي. طيب بيبي بدك شيء ما بتاخر انا. الله معك حبيبتي، الله معك، دير بالك على حالك. روحي بلا قهوة بالبطيخ بدنا ناكل. أنا بدي آكل سمت، حدا له عندي؟ خلي أمك ما تاكله هالسمت. كيف اشتاق لك، أنا كان قلبي حاسسني. وعدتيني شبغي شبني؟ ما قلت لك هذا سمت؟